لكن دعونا الآن نتجه إلى العاصمة اللبنانية بيروت لمتابعة أيضا واحد من الأحداث المهمة، احتفالية تسليم جوائز أفضل أطروحات في رسائل الدكتوراه. نسمع الآن إلى كلمة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في هذه الاحتفالية. القضاء سوف تحقق نقلة نوعية في عملها وتزيد تأثيرها في المجتمع العربي. حضور الكريم، إن هذا الحفل يستمد أهميته من أهمية القضية التي يتناولها، فضلاً عن تجسيده للاهتمام العربي المتزايد بأدوات البحث العلمي وأثرها في دور الباحث في مواجهة التحديات المعاصرة. لقد شهدت الحضارة العربية أزمنة من التألق والازدهار، وكانت بالتأكيد حضارة علم وتعليم وثقافة ومعرفة، وتلك هي القيم التي ننشد استحضارها في نهضتنا المعاصرة. ولا يخفى ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات خانقة انعكست على واقعها، خاصة على مستويات التعليم وتراجع البحث العلمي في الجامعات ومراكز البحوث. ولا تزال تعاني الجامعات العربية بشكل عام من انخفاض تصنيفها على مستوى العالم لافتقارها إلى وسائل الابتكار والرصانة في البحث العلمي، وأيضا لتضاءل حجم النشر العلمي في الدوليات المعتبرة. وإن استدراك التأخر يتطلب زيادة موازنات البحث العلمي وإعطاء فرصة لجيل الشباب وإعداده ليكون قادراً على مواجهة تحديات القرن الحالي، وبما يسمح له بالندية الكاملة والمنافسة مع المجتمعات الأخرى. إن رفع مستويات البحث العلمي والابتكار هو ركيزة أساسية من ركائز ما يسمى بمجتمع المعرفة، وهو المجتمع الذي يقوم على توليد المعرفة ونقلها ونشرها بين أبنائها، ويمتلك الأدوات اللازمة لذلك وفي مقدمتها البحث العلمي. من أجل ذلك حرصت على تبني هذه المبادرة القيمة وتشجيعها، لأنها تتقاطع مع اهتمامات الباحثين في مختلف ربوع الوطن العربي، وتمنح الحافز للمجددين والمبتكرين من بينهم. حقيقة أطالب جميع المجالس الوزارية العربية لكي تطرح مبادرات مماثلة في هذا الشأن. فلنتصور أن مجلس وزراء الصحة العرب يطرح جائزة مماثلة فيما يتعلق بالبحث الطبي، وفي هذا المجال نتصور أن وزراء النقل العرب ووزراء التعليم العرب ووزراء التعليم العالي العرب ومجتمع الجامعات العربية كل في مجاله يطرح مثل هذه الجائزة القيمة، ونطلق طاقتنا في هذا. ولا أتصور حقيقة، لا أتصور أن يقال لي أن الموارد المالية غير متاحة لتحريك هذه الأمور والمنافسات بين شبابنا. حقيقة أن يكون هناك اثنين من الجزائر ومصري يحصلون على هذه الجائزة شيء مقدر وبديع، ونتمنى في السنوات القادمة أن تمتد هذه الجائزة إلى كل أبناء الوطن والأمة. ختام كلمتي، أود أن أعبر مجدداً عن تقديري للدور العلمي الذي يقوم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، ولكل الجهود التي تبذل من أجل النهوض بالبحث العلمي بكافة المجالات. وأتقدم بالشكر والتحية والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية، دولة مقر المركز، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وإلى هذا الصرح الكبير لاحتضانه فعاليات هذا الحفل، متمنيا للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعه الدول العربيه متحدثا في هذه الاحتفاليه الخاصه بافضل اطروحات في رسائل الدكتوراه العربيه، مؤكدا ضروره الاهتمام بالنتاج المعرفي العربي والحرص على نشره في الدوريات العالمية المعتبرة، وناشد أيضا جميع الحكومات العربية أن تحذو حذو هذه المبادرة وتطرح مبادرات مماثلة في بلادنا العربية. وأشار في إشارة لافتة إلى أنه من غير المتصور أن يقال أن الموارد المادية أو المالية يمكن أن تمثل حائلا أو عقبة أمام تفعيل مثل هذه المبادرات. نبقى معكم مشاهدينا الكرام في متابعتنا الإخبارية بعد لحظات قليلة، نعود إليكم بفترة إخبارية شاملة، ابقوا معنا.